فعلا، فالمكتب الجماعي لحفظ الصحة تاخذ مجموعة من التدابير الاحترازية ابتداء من يوم السبت في إطار المحاربة والقضاء على الفيروس كورونا. فأول إجراء اللي بدينا به يوم السبت فكان العملية ديال التعقيم والتطهير ديال مجموعة من المؤسسات العمومية، فكان على رأسها ولايات الجهة، ولايات الأمن، مجموعة من يعني الخمس مقاطعات التابعة لجامعة مراكش، المجلس الجماعي لجامعة مراكش بشارع محمد الخامس وشارع محمد السادس، الملحقات الإدارية. مباشرة يوم الأحد انتقلنا للفضاء ديال الجامع الفنا في الصباح الباكر تم التعقيم ديالو، ومن بعد كانت العملية ديال التعقيم والتطهير ديال الفضاءات ديال المحاكم التابعة لمدينة مراكش. بالابتداء من اليوم فتم التصدير ديال واحد البرنامج مكثف اللي تيشمل مجموعه من المناطق ومجموعه من المساحات المفتوحه للعموم، مجموعه من المؤسسات اللي تتعرف اكتظاظ كالاسواق الجماعيه. غيكون البرمجه ديال المطار مراكش بالاضافه للاستاسيون لاغار، يعني لاغار فيروفيير لاغار روتيير، بالاضافه للمناطق الامنيه والدوائر الامنيه وجميع المؤسسات العموميه. فاحنا تنتلقاو يوميا مكالمات وعلي طلبات ديال مجموعه من المؤسسات، والحمد لله نحن مجندون. وتنشكر السيد رئيس المجلس الجماعي والسيده النائبه الاستاذه خديجه الفضي، تنشكر السيد الوالي اللي ما بخلش علينا باي يعني بجميع الوسائل اللوجستيكيه. فكاين واحد العدد كبير ديال العمال ديال الانعاش اللي هما توضعوا راه الاشاره ديال هذه العمليه. وابتداء من اليوم ان شاء الله خاسب مع ديك الربعه 4:30 غادي نعطيو انطلاقه رسميا للتعقيم والتطهير ديال سيارات الاجره. سيارات الاسعاف كذلك حتى هي عندهم حق ديالهم في التعقيم والتطهير هنا بالمقر ديال مكتب حفظ الصحه. سيارات نقل الاموات كذلك نفس الشيء، هناك تنسيق مع المصالح ديال شركه الزا باش نشوفوا العمليه ديال التعقيم اللي هما اللي مكلفين بها، عندهم شركه متعاقدين معها تقوم بالتعقيم، وحنا تنشوفوا هذيك المواد المستعمله واش هي فيها المعايير اللازمه، واش توفر فيها المعايير، وخصوصا انها خص هذيك المواد المستعمله تكون عندها لوتوريزاسيون ديال وزاره الصحه، انها تكون عندها في الفلافيش تكنيك ديالها انها تكون بكتيريسيد توبركوليسيد وفيروسيد وزائد القضاء على فيروس كورونا. فاللي بغيت نشير ان مكتب حفظ الصحه وضع واحد البرنامج تيشتمل على 10 ديال الفرق، 10 ديال الفرق، كاينه خمس فرق منها اللي هي متحركه واللي تتمشي للمؤسسات العموميه والفضاءات العموميه كما اشرت ليه، ساحه جامع فنا، ساحه القزادريه، واحد المجموعه من الساحات اللي تيكون فيها اكتظاظ ديال المواطنين، بالاضافه للخمسه ديال المحطات اللي هي فيكس يعني ثابته واللي غادي يكونوا فيها ما بين 3 حتى 4 ديال الاعوان ديال المصلحه اللي غادي يتكلفوا بالتعقيم ديال سيارات الاجره، دونك ولي زومبيلونس ولي فوغون موتيور والكواتشه. بالنسبه لهاد لي زيكيب اللي هما فيكس، دونك غادي يكون اون ايكيب سيدي اسمن علي، غتكون اون ايكيب في باب دكالا، وحده في دار البارود، اون ايكيب هنا في المقر ديال مكتب حفظ الصحه، واون ايكيب غتكون في لو بو سيتويان ديال المحاميد. دونك الحمد لله عندنا ما يكفي من المواد ديال التطهير باش يعني نقاوموا هذا الفيروس. السيد رئيس كنا معاه في اجتماع اليوم فاعطى الضوء الاخضر من اجل شراء مواد إضافية باش نكونوا في المستوى المطلوب. ما يجب التأكيد عليه وحنا في خضم هذه الأزمة العالمية ديال فيروس كورونا، ما تنظن بأن ما خصناش يعني داك خصنا نتعاملوا بحذر. أولا تيخصنا نكونوا في المستوى، هذا فيروس اللي غير قاتل بواحد النسبة كبيرة، يعني 3 حتى 3.4%، هي شويه نسبه اكثر من لا غريب سيزونيير، ولكن راه الوفيات تكون ناتجه اما على يعني مضاعفات عند بالاخص عند الناس اللي عندهم تعانيوا اما من مرض مزمن ولا عندهم نقص في المناعه، والناس اللي كبار السن الى غير ذلك. اللي تيخصنا ناكدوا عليه وهاد الاجراءات الاحترازيه اللي خداتها الحكومه واللي زعما كانت في المستوى الكبير،
اغلاق ديال واحد العدد ديال المجالات ديال الفضاءات، اغلاق ديال المدارس الى غير ذلك، فهذه اجراءات احترازيه حفاظا على الصحه ديالنا. اللي تيبقى هو الدور ديالنا كاملين كمواطنين، اننا خصنا نكونوا في المستوى وما نديروش داك الهيف لا على لي برودوي دو نيتواياج ولا على لي برودوي ديزانفيكتون ولا على واحد العدد ديال الامور. راه خصنا نرجعوا للطريقه القديمه ديالنا، نغسل يديك بالماء والصابون المده ديال 20 ثانيه راه كافيه باش تقضي على 99.99% من الميكروبات. لو جيل يدغوا الكوليك الا ما توفرتيش، الا كنتي مثلا غادي وما عندكش فين ما عندكش الماء، ديك الساعه عاد تندوزوا لهذاك لو جيل. اما راه الطريقه المثلى للتنظيف راه هي ان الانسان تيغسل يديه بالماء والصابون، زائد لو نيتواياج ديال السيرفاس. نيتواي يا خويا لي سيرفاس، غسل هذوك لي بواني بالماء وجافيل، وكون على يقين بان غادي ما غيكونش نهائيا هذاك الميكروب. تكون واحد المسافه ديال متر حتى المتر ونص بينك وبين المواطن الاخر. نجنبوا الناس اللي هما تيكحوا ولا عندهم اعراض ديال لو غوم ديال المرض ضرب والبرد ولا كذا، ان من الاحسن بعد منه نجنبوا نقصوا شويه داك السلم. حنا المغاربه السلم ربعه البوسات زعما، تنظن السلام عليكم راه كافيه، والمعزه راه هي في القلب. وتنتمنى ان الله يلطف هذه البلاد. الكمامات مع الاسف، انا الكمامات راه مديورين بالنسبه لهذوك لي اف اف بي 2، راه مديورين بالنسبه للاطباء وبالنسبه للطاقم يعني اللي تيعالج المرضى، هذوك اللي هما تيخصو يستعملوهم. بالنسبه للناس اللي هما مرض هما اللي خصهم يستعملوا الكمامات العاديين، باش ما يعاديوش عباد الله. اما بالنسبه للمواطن العادي، انا شخصيا تنخرج ما كاين لا كمامة لا والو، دونك لا داعي باش نكثروا من هذاك ستامارشي عاوتاني اللي مشى في واحد الاتجاه اخر. اما لا داعي نستعمل الكمامات، راه غير اتخاذ الوسائل ديال الامور ديال الوقايه، راه غادي الحمد لله غادي نهنيو راسنا ونهنيو وليداتنا ونهنيو والدينا وجميع الناس ديال عائلتنا من هذا المرض هذا.